ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. طبعا الساعات اللي فاتت كان في فيديو عفوي لطفل صعيدي اسمه عمر من محافظة الأقصر، شاف أسرة فلسطينية كانت موجودة في مصر للعلاج ورحب بيهم بطريقته العفوية، والفيديو تحول لترند على مواقع التواصل الاجتماعي وبيأكد على حب المصريين الفطري لإخواتهم الفلسطينيين. طبعا يا دين، طبعا الطفل قال كمان أنه حاول يجبر بخاطرهم بأي فعل بسيط أو حتى بكلمة بعد لما لقاهم طبعا قاعدين بالقرب من المستشفى، وحس من لهجته انهم فلسطينيين، فسالهم وقالوا له انهم فعلا فلسطينيين وموجودين في مصر للعلاج، وشكروه كمصري على طبعا عفوته وكمان وكرم المصريين لاستقبال الممتاز في المستشفيات والعلاج اللي متوفر طبعا اللي مصر موفره ليهم. الطفل حس بالفخر من كلامهم الحلو عن مصر، فقال لهم انتم مش ضيوف، انتم في بلدكم واحنا اللي ضيوف عندكم. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع مره ثانيه. ما تقولش بتاعتنا، دي بتاعتكم انتم. ما تقولش بتاعتنا، استقبلتونا ورحبتوا فينا، لا ما دخلتونا المستشفيات. ما تقولش بتاعتنا احنا، والله بتاعتكم انتوا، بالعكس ده احنا نضيف عندكم. يا حبيبي بارك الله فيك، يا حبيبي يسعدك. مني من الك انا والله. ايوه اسمع هديه. ايوه قول احكي. والله العظيم والله انا ما والله ولا عاوز منكم جنيه ولا نص، انا عاوزكم تبقوا سعيدين. يا حبيبي احنا اللي زي اشكالك، طبعا احنا سعيدين اصلا، احنا نسمع الكلام هذا. اهل الكرم واهل الخير واهل والله العطاء. احنا بص احنا نحبكم جدا. سيب ابيب والله. بعد ما شفنا الفيديو الجميل الإنساني ده، خلينا دلوقتي نروح على التليفون عشان معانا ونعرف تفاصيل أكتر من أستاذة آلاء أبو دقة، مصورة فيديو الطفل عمر بالأقصر. صباح الورد عليك يا أستاذة آلاء. صباح الفل يا حبيبي. كلمينا كده عن كواليس الفيديو الجميل، ايه اللي حصل وامتى قررتي ان انت هتطلعي الموبايل وتصوري؟ قال ايه بالظبط قبل الفيديو؟ الكواليس كانت ايه؟ تمام. معاكم آلاء ابو دقه، مرافقه للمريضه ام سهيله ابو دقه. احنا طبعا طلعنا من غزه بقرار من وزاره الصحه على مستشفى الاورمان بالاقصر لمعالجه مرضى السرطان، والحمد لله كنا متواجدين في المستشفى، وما شاء الله الشعب المصري بالكامل ما حد قصر معانا، وبشكركم جدا 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 الشعب المصري عامه ومستشفى الاورمان خصوصا على كرم اللقاء، على المعدن الاصيل، على حسن الاستقبال، على الكلام الحلو من قول ومن فعل ومن قول ومن فعل. يعني هم كانوا يتكلموا لا ويفعلوا كمان. يعني انا كل اللي شفته بصراحه كان يمكن بس 1% من اللي انا يمكن صورته او عرضته بالنسبه للطفل عمر او بالنسبه للشيخ او بالنسبه لك. ما احنا عايزين نعرف منك حسيتي بايه من كلام الطفل الصغير وهو طبعا بيكلمهم كده. يعني والله شوفي احنا كنا قاعدين، كان اخوي والوالد جايين يزوروا ماما بالمستشفى، فاحنا قاعدين على الرصيف احنا الاربعه، فجاء عمر علينا وقدم خطوطين شويه وقال السلام عليكم، قلنا له عليكم السلام، سلم علينا بالدور من امي لاخوي للوالد لالاء. فهلا قال انتم من فين؟ قلنا له احنا من فلسطين من غزه. لما حكينا احنا من فلسطين من غزه، ده انتم منورنا، انتم على روسنا من فوق، انتم قد ما عملتوا قد ما سويتوا، احنا حاسين فيكم، حاسين بالمعاناه اللي انتم حاسين فيها. انا وماما وبابا واخوي بنطلع عمر ومصدومين بصراحه، انه كيف بيحكي معانا بهاي الطريقه؟ يعني فاهمه عمر سنه صغير ما شاء الله، ولكن تربايته معدنه الاصيل خلاه يتكلم كلام اكبر عن عمره بكثير بكثير بكثير. صحيح. فاخوي بيقول له احنا من فلسطين، انت بتحب فلسطين؟ قال انا اموت عشان فلسطين. عارف؟ قال له اه. قال له عارف لو يفتحوا لي الحدود انا اروح على فلسطين. هو قال هيك واحنا كل مشاعرنا تغيرت، اخوي صار يبوس براسه، انا صرت ادمع. يعني انا في كلام عمر حكاه بصراحه لو انا كنت فعليا صورت عمر هلا ممكن هو ترند، يمكن سنه 24 ما شاء الله على كلامه بصراحة، لانه هو طفل صغير. ولكن لو صورت الكلام اللي قبل والله العظيم ما حدا فيكم راح يتخيل عمر شو حكى او شو تكلم او شو حبه لفلسطين. يعني انت حرفيا قاعده مع طفل بحب فلسطين حب مو عادي، مغروسه صحيح بدمه اخواتنا طبعا فلسطين، يعني مغروسه بدمه متعلمها منذ الصغر. يعني انا بشكر اهله وبشكر بشكر شعب مصر جميعا يعني على هذا حب الاطفال لفلسطين. وعمر مو بس اول واحد، اي طفل انا اشوفه بس يعرفني من فلسطين من غزه
بيتكلم كلام حلو، بضلوا قريب مني، ده انتم منورنا، ده انتم على راسنا، شو ما بدكم احنا بنعمل لكم. فعمر لما كان بيتكلم الكلام الحلو فبابا حب مثلا انه يفرحه، بس انه يعطيه هيك يعني مبلغ شوي. قال له لا اوعك، انا مش عايز منك ولا جنيه ولا نص، انا بس عايزكم تكونوا مبسوطين عنا. يعني كلام مثل هيك طبعا كلام جميل طبعا ومشاعر حلوة جدا. بعد الكلام اللي احنا سمعناه من عمر، احنا طالعين اكيد انتوا كلكم بتعرف احنا طالعين من حرب، مكسورين الخاطر، ما في ضل شيء إلنا بغزة، ما في شيء إلنا. والله كلام عمر ريحنا، والله على ما اقول شهيدة كلام عمر ريحنا وارتحنا وهدينا وحكينا. يعني شوف الطفل كيف وصلت رسالة فلسطين وشو هي فلسطين وكيف عبر عن حب فلسطين. فهذا الشيء اللي شفناه من عمر ريحنا كثير. طبعا مشاعر جميلة. يعني ده مش بس عمر، ده الشعب المصري كله حب فلسطين، ما تشكريناش عليه، علشان ده حاجة عندنا بالفطرة، حاجة احنا مخلوقين بيها. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وطبعا منورين مصر وبلدكم التانية. بشكرك شكرا جزيلا استاذة آلاء أبو دقة، شكرا.